أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن مصر تسعى من بداية العدوان على غزة لتحقيق التهدئة وسرعة التوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات، بالإضافة إلى إرسالها المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة خلال فترة التصعيد. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. لدينا أمل في الله عز وجل وثقة في قيادتنا السياسية المتمثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتجاوز بمصر هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم، الذي لا يكاد يخرج من أزمة ليدخل في كارثة أشد وطأة وأكثر وبالا على دوله كافة وعلى وجه الخصوص دول منطقتنا. ومن تلك الأزمات ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ويعلم الجميع أن مصر تسعى منذ البداية لتحقيق التهدئة وسرعة الوصول إلى الحل السلمي عبر المفاوضات، بالإضافة إلى إرسالها المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة خلال فترات التصعيد. وهذه المواقف دليل دامغ على اهتمام مصر الخاص بالقضية الفلسطينية وحرصها على الوقوف ضد كل محاولات تصفية هذه القضية، فهي ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب جميعهم. ومجلس الشيوخ يشيد على الدوام بالموقف المصري تجاه الحرب في غزة.